شفيع، ألست متحمسا؟ البئر سيساعد الناس. ببعض السحر والعملة حتى لو حياتك مرة يمكن إلقاء حلمك في البئر. حتى لو زادت أحزانك سوف تجد الفرح أمامك إذا ألقيت بحلمك في البئر. إذا كنت في أسوأ الأحوال وظننت أنه لا محال، إليك الحل لتجعل الأحلام تكون لا هموم ولا أحزان لا دموع ولا آلام عندما تبقى حلمك في البئر. ضاع السحر ولم يعمل ولا زال الكل يأمل وتسقط الأحلام على الأرض. إن السحر لا يشترى، إذا لنحفر ودعنا نرى. ها نحن حيث يكمن كل السحر، سنتحمل كل الآلام وأبدا لن ننهزم حتى نحقق أحلام من في الكون.